يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احمد الله سبحانه وتعالى ان جمعنا في هذا المكان، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجزي خير الجزاء كل من كان سببا في اقامه هذه الدروس العلميه. قبل ان نبدا الدوره نريد يعني نتناقش نتفاهم على شروط الدوره حتى نستطيع نمشي في الدوره. أول شرط إخواننا، يعني إحنا نريد لا تكتب آخر قطف الكتاب. الدورة اسمها إيش؟ ها؟ اسم الدورة ضبط المتون العلمية. نحن نريد الطالب كما كان يقول يعني بعض السلف رحمه الله، يقول إذا أردت أن تعرف علمك ادخل إلى الحمام كرمكم الله، أو علمك الذي تركت في الظلام. الكتاب نريد تستغني عن الكتاب، عن الجوال، عن هذه المعلومات كلها، تضبط هذه المتون العلمية المهمة، الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، الدروس المهمة، ثم بعد هذا بإذن الله سنمشي على كتاب التوحيد. لكن نريد يعني من هذه الدروس أن يضبط المتن، يضبط المتن من حيث أولاً لابد من حفظ المتن، أصول ثلاثة. وحفظ المتون يا اخواننا مهم جدا والله. الان لو طلبنا من الشيخ قلنا قم الان واخطب الجمعه مثلا، قال ما عندي خطبه، غير مرتب غير منسق، تحفظ اصول ثلاثه؟ نعم احسن خطبه صحيح. بل قبل سنوات كانت هناك مسابقه في الجامعه الاسلاميه، مسابقه في الخطا للطلاب، وأشارت الطلاب، جاء طالب من الطلاب ألقى مقدمة العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أعطوه أفضل جائزة له هذا. إخواننا حفظ المتون مهم جدا، وما يمكن أنك تسأل طالب علم يوم من الأيام وتقول له بالله أعطيني الدليل مثلا على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعطيك بنظم؟ لا ما يمكن صحيح؟ او يقول راجع كتاب كذا، او انتظر افتح جوجل مثلا؟ لا. اخواننا نريد بهذه الدوره ان نضبط، ولهذا يعني انا ليس عندي علم. اي نعم هذا اقول اول درس لكم، انا ليس عندي علم، انا اريد ان نتعاون فيما بيننا على ضبط هذه المتون العلميه. والا الدروس كثيره تسمع الان عن بعد وعن قرب وعن كذا وعن كذا، نريد ان نضبط هذه المتون، فاهم شيء عندنا الحضور، يعني ما تتغير ولن نقبل اي عذر للغياب الا الموت. قل فلان مات قسم التركه وصلي عليه وكفر والحمد لله. ما يعقل يا اخواننا اننا يعني في الوظائف الحكوميه والوظائف الاداريه وكذا لا تغير، وفي الدروس نتغير، هذه كلها ايام يعني معدوده ان شاء الله. احفظ المتن بأي طريقة تحفظ المتن. لا تستطيع تحفظ، احفظ في كل يوم صفحة، تستطيع بعد كل صلاة تستطيع تحفظ صفحة من هذه المتون، متون الشيخ القاسم مثلا. اي نعم، سمعوا فيما بينكم، تجتهد وتتعاون. أنا عندي هنا أسهل. طيب. الثاني بعد حفظ المتن يا أخي اترك الكتاب. اترك الكتاب. ارمي القلم. نريد أن نضبط التعريفات الشرعية، التعريفات اللغوية لا نهتم بها إطلاقا، التعريفات الشرعية والتقسيمات. هذا وشرح مختصر لهذا الكتاب متن الأصول الثلاثة، مفهوم إخواننا؟ اتفقنا؟ تتعاونوا معي؟ الله يسلمك خير. لا أحد يقول ما عندي كتاب، ما عندي دفتر، ما عندي كتاب، لا نريد لا كتاب ولا دفتر. خلاص على جنتي في الصدر يقول شيخ الإسلام. إخواننا لماذا؟ يعني ما هي أسباب التمكين عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ يقول أول شيء التوحيد، إخلاص الرجل لله سبحانه وتعالى ونحسب الله حسيبه. الثاني إخواننا كان يضبط يحفظ، كان يكتب شيخ الإسلام من حفظه لم يعرف، أعطيني القلم، لم يعرف أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتب كتابا من قص ولصق مثل ما نسمع نحن الان، لا يكتب من حفظه رحمه الله.
يكتب من حفظه. وحتى قيل عن كل حديث لا يعلم شيخ الإسلام فليس بحديث، يعني هذا إيش؟ موسوعة. إخواننا نريد نتعرض، ما في مشكلة اليوم تضبط من الدرس 20%، غدا 30-40%، إلى أن تضبط في الدرس 60%، هذا أكبر نعمة. مفهوم؟ قال ما قلت المحدث قط أعد عليه، ما قال مرة واحدة في حياتي أعد عليه، هذا معناه إيش؟ صاف الذهن. مفهوم؟ طيب سنبدأ بأي كتاب؟ الأصول الثلاثة. عندنا أسئلة 5 قبل أن نبدأ في الأصول الثلاثة. الآن الدرس نعيد ممكن 3 مرات لك، المرة الأولى والثانية والثالثة حتى إن شاء الله. الأصول الثلاثة، قبل أن نبدأ دراسة هذا المتن نسأل أسئلة 5. السؤال الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ لو قال لك قائل لماذا هذه الدورة في التوحيد لم تكن مثلا في الفقه، في الأصول، في المصطلح، في الحديث، في الكمبيوتر، في اللغة الإنجليزية؟ من يعني؟ نعم يا أخي. خلقنا الله سبحانه وتعالى لتوحيده، خلق الله الخلق ليعبدوه بالإلهية يفردوه، تمام؟ طيب أوجب الواجبات، وأول الواجبات نعم، ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أتبعنا بعد، نعم غير لا يخفى الله سبحانه وتعالى عبادة إلا بالتوحيد. لهذا لا، في شروط الصلاة، في شروط الوضوء، شروط الصيام، أول شرط إيش؟ الإسلام، تمام. سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الحسنات، تكثير السيئات. لا تدخل جنة إلا واحد، استقرار الأمن، الهداية، الطمأنينة، حلاوة الإيمان. ثم ممكن وانت تمشي في الشارع، هذا مثلا من الدول التي كانت تابعه للاتحاد السوفيتي مثلا، يمشي في الشارع يلقى كافر، قال انت موحد؟ اشتغل. لو سال واحد في الطريق قال انت موحد؟ اشتغل. نعم موحد. يقول ما هو التوحيد؟ اذا عرفت التوحيد بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اعطيه قلب من هذا من هذا. إن شاء الله نفتح مكتب على أنت عشان سامي معك. لو سأل قال أنت موحد؟ تقول نعم. قال ما هو التوحيد الذي أوجب الله عليه وجعل أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ إذا قلت لا أدري يقول أنت كاذب، هذا شهادة سوء. كيف يقول أوجب الواجبات وأنت لا تدري عنه؟ صحيح؟ نعم. ثم قد يسألك أيضا يقول مشرك، إيش تقول؟ أعوذ بالله أنا لست مشرك. يقول ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك وتتبرأ منه؟ إذا قلت لا أدري يقول ممكن أنت واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري عنه، تمام. إذا هذا السؤال الأول، ما هو؟ لماذا ندرس التوحيد؟ هذا مهم جدا، لأن كثير مصعب السلام من أهل النفاق اليوم والله يحارب دعوة أهل السنة والجماعة لتعلم وتعليم الناس التوحيد وتربية الطلاب على هذه المتون التي أوصى بها العلماء. وقال التوحيد عرفنا ولا داعي لدرس التوحيد وكذا. طيب الثاني، لو قال تمام اتفقنا لابد أن نتعلم التوحيد، لماذا بدأنا بمتن الأصول الثلاثة؟ عندنا كتب كثيرة مؤلفة التوحيد، لماذا اخترنا دراسة هذا؟ نصيحة العلماء، تقول أنا طالب، أنا طالب لا أتكبر لا على العلم ولا على العلماء، أسير على النهج والطريقة الذي خطوا لي العلماء رحمهم الله حتى أصل إلى ما أصل إليه. مفهوم؟ ليس لك أن تبتدع طريقة جديدة في طلبك للعلم، لأن بعض الناس يطلبون اليوم العلم يطلب عن طريق جوجل أو عن طريق كذا أو عن طريق كذا، ويقول أنا طلبت العلم وحصلت. ما يمكن، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمهم الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. انتبه، لا تحيد عن طريق العلماء في طلب العلم، كيف طلبهم تطلب أنت حتى تصل إلى ما وصل إليه. أما تختار طريق والله أنا أريد أدرس على كذا أدرس على كذا لا أحفظ متن الأصول الثلاثة، إما بعد الطلاب قال إما تكون هذه الدورة في واسطية ولا أدرس، مع السلامة. إذا ما هذا متكبر. إذا نصيحة العلماء لا أرجع إلى الطريق الذي
خط لنا العلماء حتى أصل إلى ما وصل إليه، مفهوم؟ أي نعم. طيب، نظام العلوم ضمن الشيخ يظل عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليه فيها حتى تصير أضل من كون حكيم. تصدق بالبنات على الرجال يريد بذلك بنات النعيم. هذا السؤال الثاني، نصيحة العلماء. تمام. السؤال الثالث، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ إخوان باختصار أصول ثلاثة، نعم شوف. أسئلة القرآن. فأي واحد يسأل إيش الأصول الثلاثة الدورة فيها والكتاب فيها، يقول أسئلة القرآن. ولهذا في بعض الدول ما نستطيع أن نقول الأصول الثلاثة كتاب محمد بن عبد الوهاب، مشكلة. نعم، نحارب دعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مع أنه يدعو الناس إلى التوحيد. فنقول ندرس الناس ماذا؟ أسئلة القرآن، مفهوم؟ أي نعم. طيب، هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، بعض الطلاب هدانا الله إياهم اعتاد على جوائز وكذا، يقول أنا أريد جائزة. إذا درست هذه الأصول الثلاثة ما هي الجائزة؟ تعطوني كتاب؟ لا. دفتر؟ لا. كذا؟ لا. الجائزة أنك إذا تعلمت هذه الأصول الثلاثة بإذن الله، ثم عملت بها، ثم دعوت إليها، ثم صبرت على العلم والعمل والدعوة، تصنع هذه الدنيا بإذن الله، تجيب عن أسئلة القبر. هذه أعظم جائزة. ثبت الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صلى الله سبحانه وتعالى الذي ولهم الثبت. مفهوم؟ هذا أعظم جائزة. أي نعم. تمام. هذا السؤال الرابع. الثمر الخامس، أي كتاب تقتني أو إذا أهدي إليك كتابا، أقل شيء يقول قبل أن تضع كتاب في الرف أو في السيارة أو في الحقيبة، تقرأ إيش؟ مقدمة الكتاب وفرصة الكتاب، وتصفح الكتاب بسرعة، لا تضعه مباشرة، مفهوم؟ حتى لو كان شيء يسير أو كبير، حتى لو صحيح البخاري تتعرف كل ما بين صفحة، قلب الصفحات، انظر المقدمة وفهمت. لماذا؟ قال لأن بقراءة المقدمة تعرف مصطلح المؤلف وغرض من التأليف مثلا، صح؟ وبالفهرس تعرف محتوى الكتاب، لأنه قد تبحث عن أشياء وهي موجودة عندك في بعض الكتب، مفهوم يا أخي؟ أي نعم. وقد يكون اسم الكتاب يعني مغاير لما في داخل هذا الكتاب. مثلا تقرأ سلم الوصول، إيش سلم الوصول؟ خلاص ما تعرف سلم الوصول، تقرأ في الداخل تنظر بأن هذا كتاب في التوحيد المعتبر، مفهوم؟ نعم. فقالوا هذا المتن، متن الأصول الثلاثة، إذا أردنا أن نفهرس أو نعرف محتوى هذا المتن المبارك، هذا يحتوي على أقسام خمس، يحتوي على أقسام خمس، مسائل أربعة، سورة العصر، علم وعمل ودعوة وصبر، والمسائل الثلاثة، أعلم أشهدك الله وباعتنا لا. المسائل الثلاثة أن الله خلقنا ورزقنا، ثم لماذا ندرس التوحيد؟ يعني ما شرك الله طاعتنا الحنيفية ملة إبراهيم، ثم شرح الأصول الثلاثة، ثم الخاتم. من يعد هذه الأقسام الخمسة؟ أقسام خمسة، أعيد مرة أخرى، مسائل أربعة والمسائل الثلاثة ولماذا ندرس التوحيد وشرح الأصول الثلاثة والخاتم. يلا بسم الله، وأنت واقف أول مسائل أربعة، مسائل ثلاثة، لا لماذا ندرس التوحيد؟ نعم، وشرح الأصول الثلاثة، أسئلة القبر، ختم الله لنا ولكم بالتوحيد. آمين. تمام. يلا عيد يا أخي، وأنت واقف. المسائل الأربعة، مسائل أربعة، المسائل الثلاثة، مسائل الثلاثة، لماذا ندرس التوحيد؟ شرح الأصول الثلاثة، الخاتم، الله ختم لنا ولكم بالتوحيد. تمام. من يعيد لي الأسئلة الخمسة؟ أخواني بسم الله، أوقف، ما تستطيع؟ نعم. السؤال الأول، السؤال الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ السؤال الثاني، وصية العلماء. السؤال الثاني، لماذا ندرس متن الأصول الثلاثة؟ السؤال الثالث، ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ والرابع الثمرة، والخامس محتوى الكتاب، أقسام خمسة. طيب، تمام. إذا أخذنا شروط الدورة وأخذنا أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة، لماذا ندرس التوحيد؟ قلنا مهم جدا. ولماذا ندرس هذا المتن؟
وما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ أسئلة القبر، الثمرة، الإجابة عن أسئلة القبر إذا تعلمنا وعملنا ودعونا وصبرنا، وأقسام الكتاب. قلنا يحتوي هذا المتن على كم قسم؟ خمسة. أول المسائل الأربعة لسورة العصر، علم وعمل ودعوة وصبر، انتهينا. القسم الثاني المسائل الثلاثة هي أنواع التوحيد باختصار، وارتاح الآن. أنواع التوحيد الربوبية والألوهية وأسماء وصفات، تمام؟ هذا القسم الثاني. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ تقدم في أول شيء، تمام. ثم بعد هذا سأشرح بإذن الله الأصول الثلاثة: أسئلة القبر، من ربكم، دينكم، النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الخاتمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، تمام. نبدأ بالقسم الأول. من يقرأ لي المتن؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إخواننا ما يصبح هذا ترى، والله صدق ما يصبح. ترى أنا بإذن الله أسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم، أستطيع بإذن الله اليوم أشرح لكم حتى كتاب التوحيد. من يستفيد؟ أكمل حتى كتاب التوحيد، من يستفيد؟ أنا. ما يفاجئ، لازم إخواننا تحفظ، لازم تحفظ. إذا لا تحفظ هذا ليس بعيد. احفظ فكل حافظ إمام. مفهوم؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: ذهب كل شيء وبقي ما حفظنا. تحفظ هو اليقظ. نعم. يلا بسم الله. شيل الكمامة عشان ترفع صوتك شوي. من قال علم رحمك الله؟ أنت؟ هو اسمع الحين الشباب هذول يقول والله هذا اخونا من دوله كذا قال هو الذي يعني له هذا النظم او المتن. لا، اول شيء تستفتح. اخوانا احنا جئنا هنا حتى نتعلم، مفهوم؟ نعم. اول شيء ايش تقول؟ تمام. قال المصنف هو المؤلف رحمه الله: أسدلنا معروفا نكافئ بالدعاء له، ولا نجد إلا ندعو له. تمام. ما اسم المؤلف؟ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي. تمام. قال اعلم رحمك الله. سبحان الله، اجلس، جزاك الله خير. غريب هذا، والله غريب. من المفروض يدعو للآخر؟ الطالب يدعو للشيخ والشيخ يدعو للطالب؟ هاي الطالب هو اللي يدعو للشيخ، صح؟ هذا المؤلف هو يدعو له، صح؟ قال هنا اعلم، ثم بعد هذا في الموضع الثاني عند المسألة الثلاثة، ثم عند لماذا ندرس التوحيد دعا ثلاث مرات، دعا في الأصول الثلاثة. ليش؟ مفهوم المفروض من يدعو للثاني؟ الطالب يدعو للشيخ. الآن وجدنا أن هنا المؤلف هو يدعو لك، دعا لك ثلاث مرات. سبحان الله، هو المؤلف بالتأليف. التأليف هذا ما هو؟ دلالة وإشارة. أخذ يدلك على إيش؟ على التوحيد، صح؟ هداية إيش؟ دلالة وإشارة. هذه أملكها النبي صلى الله عليه وسلم، أملكها أتباع من بعده إذا ساروا على طريقة عليه الصلاة والسلام. بقي معنا هداية ماذا؟ توفيق. فهو يدعو لك، يدعو الله أن يوفقك الله سبحانه وتعالى السلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ كأنه يقول أنا أريد لك هداية الدلالة بشكل التأهيل وهداية التوفيق بالدعاء، ودعا لك ثلاث مرات. نعم.